مساء الخير اعزائي متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. معانا دلوقتي مين؟ ميكي. ميكي عامله قلبان ليه الفتره اللي فاتت يا ميكي؟ انا ما عملتش حاجه. ازاي ده انت عامله قلبان والناس كلها بتتكلم عليك الفتره اللي فاتت؟ ايه ده، بيتكلموا عليا بالخير ولا بالشر؟ انت شايفه ايه؟ بالخير، ولا حد بيتكلم بالشر؟ ربنا يطمن. لا انت ما تستاهلش غير كل خير يا ميكي. الله يخليك. احرقتني. شكرا. ايه بقى الحكايه؟ ايه بقى الحكاية؟ هو ميكي ده شخصية موهوبة، عمل قلبان بقى. بس قلبان بس؟ مصر كلها معلومة فيك يا ميكي. يا ربي، انتوا هتخطفوني؟ نخطفك؟ ده انت تخطف بلدي. لا، ميكي غلبان. ميكي غلبان وشاطر وجميل. واضح قدامك. زن قلبك. والله سبك الحمد لله على نعمة القلبان. أهلا بك يا مروان. ليه؟ الحمد لله بخير. عرفينا بنفسك كده بس كده حاجة. مروان حسني، محافظة إسماعيلية، لسانس آداب جغرافيا، قسم مساحة. إيه تاني؟ أهم إنجازاتك إيه بقى؟ أهم إنجازاتي إن أنا ميكي. لا، عندي إنجازات كتير طبعا. إنجازات زي إيه يا باشا؟ زي إيه يا باشا؟ انت اهم انجازاتك ايه؟ لا، عندي انجازات كتير، يعني منها ان انا اصلا كنت بلعب كاراتيه، كنت واخده بطولات فيها وواصله، يعني كان باين لي حزام وابقى في الحزام الاسود اللي هو خلاص خلص. كنت في البني وكنت واخده فيها بطولات، بس انا صغيره بصراحه. كنت شايف وانت صغير ايه؟ وانا كبرت لسه ما عملتش انجازات غير ان انا الحمد لله ربنا انعم عليا بحب الناس، وباذن الله هيكون الانجاز اللي انا هعمله ان شاء الله ان احنا نعمل برنامج هادف للاطفال. وساعات برضو من ضمن انجازاتي كده ان انا بنصح الاطفال وبيسمعوا كلامي. ازاي بقى؟ لو بتقدمي فيديو بتقولي للاطفال كده هتبقى هتقولها ازاي؟ مثلا لو مثلا بقول لهم عشان ياكلوا خضار، فبجيب طبق فيه طماطم وخيار وجزر وخس وجرجير، وباكل وبقول لهم ميكي شاطر وبيسمع كلام وبياكل خضار وبيشرب اللبن عشان يكبر ويبقى قوي. ما بقى بيقلدوني. قولي انت الموضوع بدا معاك ازاي؟ الموضوع بدا ازاي؟ من زمان قوي، يعني في السوشيال ميديا انا من سنتين بس الموضوع كموهبه يعني الحمد لله هي من زمان، من وانا صغيره. كان ساعتها في مسلسل بتاع حنان ترك وهي بتتكلم كده، فانا كنت بحاول اقلدها يعني، علشان هي كانت منتشره قوي الفتره دي. فوانا بقلدها اكتشفت بقى ان انا يعني بعرف اقلدها وبعرف اجيب بقى ايه طبقه البيبيهات دي. اقول لك سر، بعرف اجيب صوت اصوات كرتونيه كتير بس لما تكون شغاله جنبي، بس مش هقول لك عشان ميكي بيتكسف جدا. يعني ميكي عندي شلق، انا هتكسف قوي، بس يعني بعرف اجيب كذا طبقه، وعموما اللي بيعرف يجيب طبقه هيعرف يجيب كذا واحده، بس بالممارسه بالتدريب بالكورسات ان شاء الله بقى هجيب طوال كتير جدا قدام الناس عشان انا بكسب. ايه حكايتك بقى مع الاطفال؟ محتواك كله عن الاطفال. ايه؟ محتواك كله عن الاطفال. ده حقيقي. هو انا لما لقيت الموهبه دي عندي، فهو حد زميلي هو اللي شجعني الصراحه ان انا اعمل فيديوهات. بشكره لغايه النهارده بصراحه، لان هو كان هو السبب ان هو قعد يقول لي لا انت موهوبه وانت هتعملي فيديوهات، وبالذات لو عملتيها بمحتوى ونصايح فانت هتنجحي وهتكسري الدنيا. وده حقيقي، انا الحمد لله يعني ربنا انعم عليا بنعمه كبيره قوي من اطفال وكبار وبنات واولاد وامهات وابهات وحاجات كتير قوي. فانا يعني انا صريحه مع نفسي شويه ان انا محتوايا 80% منه كوميدي هزار مفيش حاجه، واوقات بيطلع مني كام فيديو كده اللي هو 20% ان انا بعمل نصايح بس. هو الموضوع ده بيبقى متوقف عندي في الافكار، يعني ان انا اعمل افكار بس. ان شاء الله نلاقي حد يعمل لنا افكار ويكتب لنا هنكسر الدنيا وهنعمل نصايح كتير جدا. قولي لنا بقى ايه ابرز المواقف اللي بتفرحك مع الاطفال؟ حاجات كده عدت عليكي حسستك انك انت فعلا انا لا، حاجات كتير قوي والله العظيم. اصلا فرحتهم يعني انا اصلا بيشوفوني بيبرقوا كده ولا ايه ده ميكي، انا ممكن احضنك، انا ممكن اسلم عليكي، انا ممكن. ومن ضمن الحاجات اللي كانت بتاثر فيا لما بيبقى مثلا طفل عنده كانسر وبطلب مخصوص ان انا اروح عشان يشوفني بس بيبقى الموضوع ده مؤثر معايا قوي. ومن ضمن القصص اللي اثرت فيا ان انا كنت روحت في مره 57
وقضيتها لعب بقى ولابسه جامب سوت ميكي وبهزر معاهم وخلاص. بعدها بفتره لقيت، بعدها بكام شهر او سنه كمان كام شهر، لقيت كومنت جالي: انا مش هنسى اليوم اللي انت فرحتي فيه ابني وكان مبسوط، هو كان بيحبك قوي وللعلم انا ابني توفاه الله. عارف احساس ان انت بتضحك وفجاه عينك دمعت، اللي هو يعني انت فرحت ان انت كنت سبب في فرحته، وفي نفس الوقت انت حزنت عليه، بس هو طبعا راح يعني في مكان احسن بكثير وربنا يرحمه ويرحم امواتنا كلهم. بس الموضوع في انه انت متخيل ربنا انعم عليك بايه، ان انت بس مصدر للبهجه. واقول لك حاجه، انا حصل معايا موقف في مدينه نصر من قريب. كنت طالعه من كافيه وولد داخل بيبيع قلمه، يعني القلم ده بينفع ان هو يتعمل ستاند، بيكتب، بيتعمل تاتش للموبايل. فانا بفتح وهو داخل، فبعدين قال لي انا معايا كذا وبتاع، فوقفت اسمعه وبتاع، يعني حتى لو انا مثلا مش محتاجه بس وقفت اسمعه. فبعدين وهو بعد ما خلص قال لي: انا عايزه اديكي واحد هديه. قلت له: شكرا والله. قال لي: لا، كفايه اللي انت بتعمليه، انت بتدخلي البهجه على قلوبنا. والله العظيم انا عايزه اقول لك، انا وقفت كده اللي هو ده بجد، هو ده انا يعني، هو من شاب كبير يعني وشقيان وفي الشمس وطالع عينه وعايز يديني قلم هديه اللي هو من رزقه، لمجرد بيقول لي ان انت سبب في دخول البهجه على قلوبنا. فوقفت كتير قلت له: طب هديك ثمنه وهعتبره كادو. قال لي: لا والله، لا انت هتاخديه هديه، وانا مبسوط ان انا شفتك وربنا يفرحك زي انت ما بتفرحي الاطفال وبتفرحي الكبار. فحسيت انه الحمد لله، بجد بجد الحمد لله. يعني الحمد لله جدا. طب دلوقتي بس في ناس بتكرهني على فكره. واللي كرهك تقولي ايه؟ معرفش، هما بيقعدوا يقولوا الرخامة دي، البرود ده، مش عارف ايه، بس عادي انا متقبلة يعني اختلاف الرأي لا يفسد الود القضية. فانا متقبلة ان انت كده كده ليك ناس بتحبك، كده كده اكيد ليك ناس ما بتحبكش. بس ببقى معترضة مثلا في فكرة الناس اللي بتكتب كومنت بشتايم. انت بتكتب كومنت البني ادم، انا انسانة عادي، انا مش دمدوم. ناس بتبقى فاكراني ميكي بجد، بس والله انا انسان عادي وبيزعل وبيفرح. وانا بتابع كومنتاتي اول باول، برد على متابعيني اول باول، وساعات بيبقى فيه لينك بالناس اصلا اخش معاهم في الحوار في الكومنتات. فاوقات بلاقي شتايم مثلا بالفاظ مش حلوه بالاب وبالام وبالعيله، فانا ببقى عايزه نفسي اسالهم سؤال: انت شفت ايه في الفيديو وصلك لكده؟ يعني عايز انك تقول ايه الرخامه دي، ايه البرود ده، رايك. بس انك تشتم بالاب والام ليه؟ يعني الحمد لله انا شايفه ان انا طالعه مش لبسي ما فيهوش حاجه، ما بقدمش محتوى مثلا يعني الادب، لا انا محتواي اصلا في الاطفال، وده اللي كان بسطني ان انا اصلا عيل والله. إيه بس ليه محبيني وليه ناس بتكرهني، ربنا يسامحك. مش عارف اللي بيشتمك ده جاب الكلام ده منين اصلا. والله ما اعرفش، بس هي دي يعني انا ببقى شايفه دايما ان دي بتعتمد على التربيه. لان انا ما عنديش، قلت يعني اختلاف راي ما عنديش فيه مشكله، انك تبقى بتكره شخصيه ميكي اللي هو ايه الرخامه دي بتقلل، ما عنديش فيها مشكله والله خالص. ده احترام يعني وجهه نظرك وبحترمها وبرد على الناس واقول له تسلم لذوقك، ودي اختلاف اراء وعادي. يعني انا شخص برد مش ما بردش، بس لما بلاقي بقى شتايم والفاظ انا بعمل بلوكات بصراحه على طول، ما بتفهمش بقى. يعني انا لدرجه ان انا وصلت بقى ان انا قلت ممكن الفتره الجايه لو حصل ده اتكرر انا هنزل صوره الشخص بالكومنت. يعني لو هسالك سؤال ليه، ما عنديش مشكله انك تقول ايه الرخامه دي، انت ما بقبلكيش، حريه شخصيه. بس ان الموضوع يوصل بالفاظ مش حلوه او للاهل ليه؟ ليه يعني انت ترضى؟ انت ترضى؟ والناس اللي في الكومنتات مش راضيه وبتقول لي الكلام زي العسل. يا ربي ربنا يحميني يا ربي يخليك ليا. ايه بس انا سمعت منك دلوقتي بتقولي موقف لابن شيخ طلب منك تعملي حاجه لابنه، ايه هو الموقف؟ انا والله دي تعرضت يعني قابلتني كتير. بس قبل ما احكي لك الموقف ده عشان افتكرت موقف في نفس اليوم حصل. الموقف ده هزني بجد بجد. انا كنت ماشيه وفي ولد على عربيه بتاعت اللي هي بتاعت الزباله بتروسك، فهو عدى وبعدين رجع، ولد صغير يعني يقول مثلا 18 سنه 17 سنه. فقال لي: هو انت ميكي؟ فانا اصلا وقفت كده قلت له: انا. قال لي: انا بحبك قوي ومتابعك وبتاع. انا يعني انا عايزه اقول لك انا جسمي اشعر في ساعتها، يعني انا فرحت مش عشان حاجه، ان شخص زي ده شقيان بجد وطالع عينه وشغلانته صعبه، والفرحه ان هو بس شافني. فوقفت كده قلت له: عايز تتصور معايا؟ قال لي: بس انا لابس لبس الشغل، يعني كان لبسه متبهدل شويه. قلت له: انت بتاخد رقمي ولما تبقى لابس وكده انزل اتصور معاك؟ فقال لي: لا خلاص خليها لما قبلك تاني يعني نتصور. قلت له: انا تحت امرك. اللي هو من كتر ما انا اتبسطت، يعني انا اتبسطت انه انا فرحتك، ان انت واحد طالع عينك طول النهار وشقيان وبتلم يعني
زباله من هنا لهنا، فانا كنت سبب في فرحتك. ففي نفس اليوم ده انا كنت رايحه اجيب طلبات ودخلت محل، فكان في شيخ واقف، فانا داخله مع صاحبتي وكده، فلقيته انت ميكي وبتاع، قلت له اه، قال لي وانا ممكن طلب صغير؟ قلت له اكيد تحت امرك. قال لي انا بنتي اسمها كذا، يعني مش فاكره الاسم بالظبط يعني عشان بتعرض لمواقف دي كتير. قلت له اه. قال لي ممكن تقولي لها فيديو ان هي تصلي وان بابا بيحبها وتسمع الكلام؟ قلت له اكيد، ده انا تحت امرك جدا. وفعلا خدت موبايله وصورت فيديو وقلت لها يعني اللي هو ايه، ميكي بيحبك بس انت لو صليتي وسمعتي كلام بابا وماما ميكي هيحبك اكتر. اوكي اوكي انا بتفاجئ ان انا يعني ان ربنا انعم عليك بالنعمه دي، ان انت شخص تتاثر في طفل او في راجل كبير او في ست كبيره او في شاب او في شابه من شاشه تليفون، فدي حاجه كبيره قوي. وان انت تاثر في طفل ان هو يسمع كلامك من شاشه تليفون، اللي هو ساعات الاهالي ما بيقدروش على ده. ف الحمد لله الحمد لله على النعمه اللي ربنا انعم عليا بيها. طب قولي لنا بقى ايه هوارك مع العيال بقى؟ ياه، بعرف اعيط بصوت عيل صغير وبعرف اضحك بصوت عيل صغير. ميكي ده موهوب اصلا، ممكن بيعمل اي حاجه في اي حاجه. اه لا، ولو عيطت اللي قدامي بيعيط. يعني انا اصلا في العادي طبيعي يومي انا بتكلم كده مع اصحابي، يعني انا عندي صاحبتي اسمها شروق وامنيه وكذا حد، بس يعني دول اغلب اللي بننزل سوا. امنيه دي بحب اقول لها يا فطين، فممكن لها فطين انا عاوز اكل، فطين 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 انا جعان فطين. لا وهم بيبقوا متقبلين، يعني هم بيتعاملوا ان انا ميكي صغير. لا حاضر هنجيب لك ناكل، حاضر يا ميكي، حاضر. ما بيزهقوش، مع ان انا ببقى زنانه بصراحه. وممكن لو اتضايقت وحد زعلني بس في هزار، يعني اقفل وشي واتكلم ميكي وعيط، هما يعيطوا خلاص والنبي والله خلاص وهنجيب لك اللي انت عايزاه. بخش لهم من صغراتهم بس. دلوقتي في موقف مع ابن واحده صاحبتك تقريبا كان بيعيط. انت قصدك على الاطفال؟ ايوه الاطفال. انا اتفاجئت ان هم ممكن يبقوا بيعيطوا او بيزنوا، بيشغلوا لهم فيديوهاتي، يعني زي مثلا ما بتجيب فيديو على اليوتيوب مثلا كرتون شغال، هم بيجيبوا فيديوهاتي اللي هو عشان يسكتوا. فده انا اتفاجئت منه، ان لقيت صاحبتي يعني لقيتها بتقولي على فكره انا عايزه اقول لك حاجه، انا لما بتقعد تعيط بديها لباباها ويجيبوا فيديوهاتك ويقعدوا يتفرجوا. قلت لها بتسكت؟ قالت لي اه. طب الحمد لله تمام جدا. بس ميكي ناوي عليه الفترة اللي جاية؟ ميكي ناوي عليه؟ والله انا نفسي جدا 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 اعمل برنامج للاطفال، بس مش اي برنامج وخلاص، يبقى برنامج دمج فكرتين، منها ان انت هتيجي تقضي يوم لذيذ مع ميكي وتلعب وتهزر ونقضي يوم على السور، وفي نفس الوقت مش اي حد هيجي، الطفل بس الشاطر في دراسته اللي عنده رياضه بيلعب رياضه او موهوب في حاجه، هو ده بس اللي هيجي. فمن دلوقتي بقى حضروا نفسكم كده والعبوا رياضه وخليكم شاطرين، عشان ميكي باذن الله لما ربنا يكرمه ويعمل برنامج هيجيبكم معاه. وعد مستني كل خير يا وعد. الله يخليك، تسلم. معاكي شخصيه ظريفه، الله يخليك. ده الكاريزما ان هي تكون تعمل برنامج وبرامج، وربنا يكرمك يا رب ويوسع عليكي كده ونشوفك حاجه كبيره قوي في المستقبل ان شاء الله. يا رب يا رب. دعوا لي بقى. الله يخليك، انا اسعد.